أما هلأ سلمى، لمحطتنا الصباحية الأخيرة، ومنذ حدوث الزلزال المدمر خطف الهولندي فرانك هوغربيتس الأضواء، باعتقاد البعض أنه قدر يتنبأ بشكل صحيح موعد الهزة الأرضية قبل 3 أيام من حدوثها عبر حساباته الفلكية. هذا فرانك يعني أكيد سلمى أكد كمان أنه في للقمر والكواكب دور بحدوث الزلازل، لكن العديد من الباحثين فندوا هي النظريات واعتبروها غير مستندة على أمور علمية. فعلى شو بيستندوا هدول الباحثين؟ وهل من ممكن أنه نتنبأ بشكل دقيق بوقوع الزلزال أم لا؟ وما دور الصفائح التكتونية في حدوث الزلزال؟ كثير من الأمور رح نتعرف عليها اليوم مشاهدينا. معنا اليوم ضيفنا بالاستديو الدكتور قاهر أبو الجدايل، وهو الاختصاصي في علم الفيزياء والطاقة، ليجاوبنا عن الأسئلة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وشكرا كثير للدعوة لطيفية. صباح الخير للمشاهدين الكرام أينما كانوا. صباح الخير أستاذ. يعني بالبداية، التنبؤات اللي تم الحديث عنها إن كان من جانب الفلكيين وغيرها طبعا، وأثبت العلم خلال سنوات طويلة بأنه لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بموعد الزلزال أو قدوم الزلزال. هناك مثل ما قلنا أو سمعنا من الاختصاصيين خلال الأيام الماضية، هناك حركة دائمة للأرض، فمن المعروف أنه في مناطق معينة هي معرضة أكثر للزلازل. لهيك خلينا نبلش ونحكي عن الصفائح التكتونية اللي هي موجودة ببعض المناطق والدول المعرضة أكثر للزلازل. ما هي هذه الصفائح؟ هلأ بداية يجب أن يعلم المشاهدين والناس جميعا أن الزلازل والبراكين هي ظاهرة صحية لكوكب الأرض، ولولا استمرار الزلازل والبراكين لما استمرت الأرض في الوجود ولا استمرت الحياة على وجه الأرض، لأنها هي منافذ طبيعية لتحرير الطاقة الكامنة المتراكمة في أعماق الأرض. لذلك النظرة السيئة عن الزلازل أنها نظرة كارثية وتذهب بالأرواح، طبعا هي بسبب التجمعات السكانية العديدة، أما هي ظاهرة صحية وظاهرة طبيعية ويجب أن نتعامل معها تعامل ذكاء وتعامل تعايشي طويل الأمد، وأن نعتبر أن الزلزال قد يحدث في أي وقت وأن نكون نفسيا جاهزين إلى التعامل معه، كما في اليابان حاليا تطور كبير في التعامل مع الزلازل سواء من جهة البنية التحتية للأبنية أو من ناحية سيكولوجية للناس لتقبل الزلازل والتعايش معها. يعني حتى في عام 2011 لما حدث الزلزال الكبير وكان له تأثير على المحطة النووية فوكوشيما وأخرجت عن المحطة 3 مفاعلات نووية، كان الناس يصفون لأخذ المساعدات بكل هدوء وبدون أي نظرة هلعية أو سلوك فوبيا زلزالية. هنا نتعودوا أصلاً. إذا أردنا أن نصف ما هي الصفائح، هي القشرة الأرضية التي تعوم على طبقة الوشاح الباطنية للأرض، والتي تعتبر طبقة ماغماتية فيها اللافا وفيها الصخور سائلة وتدور في حالات تيارات دورانية تحرك الصفائح الأرضية. الصفائح الأرضية تقسم إلى نوعين، صفائح قارية وصفائح محيطية. المحيطية هي ذات طبيعة بازلتية سوداء، أما القارية هي ذات طبيعة جرانيتية تعج بأكاسيد الأكسجين وسيليكون. وبالتالي هذه الصفائح تتوضع على سطح الكرة الأرضية بطريقة مثل المزيك، وهي خاضعة للتحرك ولا تثبت. ولولا الزلازل والبراكين لما تشكلت البحار والمحيطات والجبال والسهول. وبالتالي هذه الصفائح تقسم بالأنواع حسب حجمها ومساحتها. فنحن نعتبر في الأرض يوجد 9 صفائح أساسية لا تقل عن 20 مليون كيلومتر مربع، صفيحة المحيط الهادي، صفيحة أمريكا الشمالية. صفيحة المحيط الهادي 103 مليون كيلومتر مربع، صفيحة أمريكا الشمالية 75 مليون كيلومتر مربع، الصفيحة الأوراسية 65 مليون كيلومتر مربع، الصفيحة الهندية والأسترالية 58 مليون كيلومتر مربع، الصفيحة
القطب الجنوبي 61 مليون كيلو متر مربع، وصفيحة أمريكا اللاتينية والتي تبلغ 43 مليون كيلو متر مربع. إذن هذه الصفائح الرئيسية. يوجد 12 صفيحة هي صفائح فرعية، ومنها الصفيحة العربية التي تبلغ مساحتها 5 مليون كيلو متر مربع. طيب دكتور، خلينا نتعرف أكثر، شو سبب حدوث هي الصفائح التكتونية؟ في إلى نتائج؟ خلينا نتعرف أكثر. تماما. تحرك الصفائح وانزياحها بشكل مستمر، بحيث هناك ثلاث أنواع للتحرك. تحرك تباعدي عندما تتباعد صفيحتان عن بعضهما البعض، تحرك تصادمي عندما تصطدم صفيحتان مع بعضها، وكل له تأثيره وتداعياته. ويوجد النوع الثالث وهو احتكاكي انزلاقي، أو بالمعنى باتجاه مقابل بعض، يعني معاكس لبعض. عن الصفائح التي تصطدم اصطداميا تشكل الجبال، مثل جبال الألب وجبال الهيمالايا. هي بسبب الصدام القاري ما بين الصفائح تشكلت هذه الجبال العالية. والصفائح ذات الصفات التباعدية تشكل البراكين في أعماق المحيطات والبحار، وبالتالي في حركة دائمة لتعويض ما في عندنا نوع من الصفائح ينزلق إلى باطن الأرض، إلى قشرة الوشاح، إلى الانصهار، وتعوض عنها بقشرة أخرى جديدة. فإذا هذه الصفائح عند تحركها تحدث الزلازل وتحدث البراكين. وكل صفيحة لها بصمة، مثل بصمة الإنسان، لكل حدود وفوالق وتصدعات، وكل صفيحة لها سلوك مغاير عن الآخر. نحن في سوريا لدينا اصطدام ثلاث صفائح، لذلك النشاط الزلزالي في شمال سوريا هو من أقوى النشاطات الزلزالية الموجودة، بسبب تزاحم ضغط الصفيحة الأفريقية من الجنوب والصفيحة العربية من الجنوب الشرقي وصفيحة الأناضول مع الصفيحة الأوراسية. إذن في لواء اسكندرون وفي هذا الخليج امتدادا إلى كلس وكهرمان وغازي عنتاب، هذا الفالق الشرق أناضولي هو ينتهي بفالق آخر اسمه القوس القبرصية، ويتصل في نقطة التلاقي مع صدع البحر الميت الذي يمتد من خليج العقبة إلى شمال سوريا. نعم. يعني خلينا نحكي أكثر دكتور. اليوم يعني التقرير اللي قدمته حضرتك لمنظمة الهلال الأحمر كان عن حدوث الزلزال، خبرنا شو أهم النقاط اللي تناولتها حضرتك؟ تماماً. في 29 نيسان 2020 طلب مني دراسة حول أوضاع الكوارث بسوريا، وماذا تستطيع الهلال الأحمر أن تقدم مساعدات. أعددت تقريرا يعتمد على تقاطعات تاريخية وتقاطعات بحثية علمية، بالإضافة إلى معلومات حصلت عليها على تاريخ هذه الزلازل التي حدثت في سوريا منذ 1000 عام. وتبين معي بالدراسة أن حتمية حدوث زلزال مدمر يقع ما بين 200 إلى 300 عام. والوضع الزلزالي في سوريا منذ عام 1759 هو شبه مستقر، لم يحصل زلزال مدمر من الدرجات العليا 7 أو 9 أو أكثر. ولذلك كان علينا أن، وفي أثناء كتابة التقرير كنت أبني بعض المشاهدات على زلازل حدثت في طرطوس واللاذقية، وكانت بالنسبة لي هي مؤشر على بدء نشاط زلزالي بعد مدة طويلة من الانتظار. نعم. حوالي 200 عام. خلينا نتابع طبعا هايدي، وكنا عم نحكي عن آثار وتداعيات هذا الزلزال، وبالأخص بما يخص المعلومات العلمية الدقيقة وما يتم الحديث عنه مؤخرا. يعني بالأمس كمان كان في تداول معلومات، وهم لازم ننوه ضروري نحكي أنه في صفحات أيضا عم تنشر معلومات مغلوطة، إن كان حتى صفحة فرانك يعني أنشئ له صفحة أخرى وهو قال أنه هي صفحة ليست حقيقية، ولكن بحد ذاته اليوم التنبؤ ومدى علاقة الفلك
بما يحدث من زلازل، هل هي لأي درجة ترتبط ببعضها طبعا حركة الكواكب بالزلازل؟ بالعودة إلى الإشاعة، اليوم معظم الناس دخل في أصبحت تخاف بطريقة غير طبيعية من هذه الإشاعات التي صدرت سواء عن فرانك هوغربيس أو عن صفحات موازية. لا علاقة، أؤكد حقيقة علمية، لا علاقة للكواكب بما يحدث في الطبقات التكتونية الداخلية. تأثير الجاذبية للكواكب محدود وبسيط جدا مقارنة بالتأثير الأساسي للقوى التي تؤثر على الزلازل. هناك قوتان تؤثر على حركة الزلازل وقوتها، هي حركة جاذبية مركز الأرض والضغط والحرارة، ثانيا هي التفاعلات النووية التي تحدث في قشرة الأرض في باطن الأرض والتي تعطي الحرارة والضغط أيضا للأرض، بالإضافة إلى المجال الكهرومغناطيسي الموجود حول الأرض الذي ينبع من نواة الأرض الصلبة. إذن المؤثرات الحقيقية في علم الزلازل تقوم على أساسين فقط، ونحن نهمش قيم تأثير الكواكب لصغرها باستثناء تأثير القمر لأنه قريب من الأرض فهو يؤثر في ظاهرة المد والجزر حصرا، ولا يوجد أي تأثير ولا يوجد أي حقيقة علمية ولا أي دراسة علمية مثبتة بأن للكواكب تأثير على حدوث الزلازل أو على قوتها أو ضعفها. هو لم يتنبأ بحدوث الزلازل، بالنسبة للباحث فرانك لم يتنبأ بحدوث زلازل، هو كتب بالصدفة قبل 3 أيام أنه آجلا أم عاجلا سيحدث زلزال على الصدع التركي السوري الفلسطيني البحر الأحمر. المشكلة أنه كل كم يوم عم ينزل بوست. أجيب كما أي إنسان يستطيع أن يقول آجلا أم عاجلا سيحدث زلزال في اليابان. صحيح. أين التنبؤ؟ لا يوجد تنبؤ، هي عبارة عن معلومات عامة لا ترتقي إلى معلومات صف البكالوريا. إذن هو لم يتنبأ، ولكن الناس اعتبروا كتابته تنبؤ لحدوث زلازل، أقصى ما يمكن أن نتنبأ به. هو استنتاجات كما أوردت في استنتاجي لعام 2020 بأننا قد دخلنا دائرة الخطر، ومجرد تكرار الهزات الأرضية بأزمنة متقاربة وعلى أعماق متقاربة وفي مناطق جغرافية متقاربة، هذا يدل فيدل على نشاط زلزالي سينتهي بزلزال مدمر كون المنطقة مر عليها 250-260 عاما لم يحدث فيها زلزال مدمر كحركة دورية للزلازل في سوريا في الفالق الصعب في الصبع السوري الأفريقي الأناضولي. وبالتالي هذا أقصى ما كنا نستطيع أن نقوله، أننا لقد دخلنا دائرة الخطر. الساعة الزلزالية غير الساعة البشرية، الساعة الزلزالية بالسنين وعشرات السنين، أما الساعة البشرية فيقول بعد غد هناك هزة، هذه خزعبلات وهرطقات فلكية لا أساس لها علمي. ليجلس الناس في بيوتهم بأمان. إن جميع الاهتزازات والهزات نقول عنها ارتدادية، وبالشكل أدق يجب أن نقول تبعات زلزالية أو توابع زلزالية للزلزالين الأساسيين اللذين حصلا في تركيا، هي توابع للزلازل تحدث بشكل ارتدادي لأن الطاقة الكلية لهذا الفالق لهذه الصفيحة لم تتفرغ من خلال زلزالين فقط، لذلك تحتاج إلى هزات عديدة ارتدادية نشعر فيها يوميا. لذلك عندما أقول لك 27 شهر و28 شهر سيكون هناك هزة، طبعا سيكون هزة، وأنا أتكلم معك يوجد هزة. صحيح. بالنظر إلى مقاييس الهزات الأرضية في كل سنة هناك 20,000 هزة أرضية على وجه الأرض. 20,000 هزة 5% منها تكون بأحجام 7 على مقياس ريختر وأكثر. إذن هذه التنبؤات هدفها بس الزعر والشهرة وجلب الانتباه على قاعدة ليست علمية، سواء هو أم الدكتور العراقي الذي أيضا عوض ما لا أعرف ما اسمه
صرح بأن 27 شهر 28 شهر وفي سيحدث نشاط زلزالي رهيب. وهوغربيت أكد أن الأول من مارت من شهر الثالث آذار سيكون هناك زلزال قوي وحدث عظيم، وأنا أؤكد لن يكون أي شيء خارج نطاق الهزات التابعية للهزات الأساسية التي حدثت، الثلاث هزات التي حدثت 7.8 7.5 6.4 فقط، وما تلاها عبارة عن هزات تفريغية للطاقة الكامنة في هذه الفوالق وفي هذه الصفيحة. هناك طبعا لكي لا نصف للناس الأمور بهذه السهولة، سلوك الحركة التكتونية وحركة الصفيحات والصفائح التكتونية ليس لأحد أن يحذرها بالمعنى الدقيق 100%، ولكن هناك علامات. أنا نشرت معلومة في أول يوم الزلزال على صفحتي، قلت أخشى أن يكون هناك دومينو زلزالي بناء على قوة الزلازل التي حصلت في تركيا. بعض الخبراء نقدوا واعترضوا، بعض الناس دخل إلهم الخوف، ولكن أتت المتحدث باسم المعهد البريطاني في علم الجيوفيزياء تيزيان روزيتو على أعطت تصريح صحفي لجميع وسائل الإعلام الخليجية والعالمية بأنه لأول مرة وفي سلوك غير شائع في علم الزلازل يقوم زلزال على تحريض زلزال آخر. إذن يوجد تحريض، والحركة الاعتيادية للزلازل، الحالة الطبيعية للزلازل أن يحدث زلزال قوي ويحدث بعده ارتدادات، ولا يجب الخوف، والزلازل شيء غير مخيف بالمطلق. طبعا يوجد ملاحظة يجب أن ننتبه عليها، اليابان عالجت موضوع الزلازل بمعالجة البنى التحتية والحفاظ على سلامة البناء وعلى على شركات البناء أن تقوم بمعايير معينة وبثوابت كودكس زلزالي معين بطريقة لا غبار عليها. إذن علينا أن نأخذ دروس من هذه الزلازل. لو أن هذه الزلازل حصلت في تركيا وسوريا وكانت البنية التحتية جاهزة لما حدثت هذه الخسائر بالأرواح والمباني. وأحد الخبراء اليابانيين قال بأن معظم الخسائر في تركيا كانت بسبب أن البناء يقوم ببنائه متعهد وليس مهندسين اختصاصيين بعلم الزلازل وميكانيكا التربة والعينات التي يجب أن يجمعوها. تمام دكتور، يعني قبل ما نختم مع حضرتك، اليوم على موقع التواصل الاجتماعي بنسمع أنه في تطبيقات عم تتنبأ بحدوث الهزات أو الزلازل، شو صحة ومدى مصداقية هي التطبيقات؟ لا يمكن التنبؤ، هذه قولا واحدا، لا يمكن التنبؤ بمواعيد الزلازل، ولكن يمكن الافتراض، يعني يمكن الاستنتاج بأن الفالق، لنفترض في سوريا فالق البحر الميت هو فالق عليه بعض الشكوك بأنه قد يحدث هزة أرضية. لحد الآن لا يوجد مؤشرات خطرة، وبالتالي جميع هذه التنبؤات لا ترقى إلى مستوى هواجس وبلبلة إعلامية للتأثير لأسباب مختلفة من الناشرين. وأنا أؤكد لكم وسيأتي واحد الشهر 1 آذار ولن يحدث أي شيء باستثناء الهزات الاعتيادية التي قد تطول شهر وشهرين وثلاثة. وبالتالي لا يوجد مكان للتنبؤ في علم الزلازل، يوجد هامش للاستنتاج وإعطاء مجال. كما قلت لقد دخلنا دائرة الخطر، بالمعنى يوجد زلزال قريب مدمر قد يحدث، ولكن لا أحد يعلم هذه. أكيد أكيد. يعني بالختام نشكرك دكتور قاهر أبو جدايل واختصاصي بعلم الفيزياء والطاقة، شكرا على كل المعلومات اللي أجبتنا عليها. شكرا لكم وسلامي للجميع والأهل، وإن شاء الله تمر هذه الهزات الارتدادية دون أن تضعضع ودون أن تؤثر في سيكولوجية الناس، وإن شاء الله بردا وسلاما على قلوب السوريين أينما كانوا. شكرا كثير لك دكتور قاهر. شكرا.